هرجع معاك لنقطة مهمة جدا، ليفربول بعد الأداء الرائع على مستوى السباعية أمام المان يونايتد، وقيس فجأة أمام متزايل الجدول بورنموث بنتيجة 1-0 وإخفاق غير محسوب بالنسبة ليورجن كلوب. صحيح، هو بدأ يظهر علامات إن ليفربول وكتيبة كلوب ما بقتش تتعامل مع أي انتكاسة، يعني مثلا بأي تأخير في النتائج سواء دخل فيهم هدف او هدفين خلاص ما بقيناش نلاقي الانتفاضه اللي احنا كنا عارفينها عن ليفربول وعن يورجن كلوب. يعني انا لو عايزين نتكلم يعني بعض الارقام الاحصائيه، لما ليفربول يحقق 12 نقطه كابتن هاني من اصل 13 مباراه خارج ارضه، يعني ده برضو يعتبر حاجه كارثيه، يعني حقق 9 نقاط من 39 نقطه متاحه عنده لما تاخر بالنتيجه، يعني من 39 نقطة حقق 9 نقاط فقط. ده معناه ايه؟ ده بالارقام بتدلل ان ليفربول خلاص ما بقاش عندهم الشغف، في فعلا باحباط بنشوفه على وجوه حتى اللاعبين، حتى على وجه محمد صلاح الكتيبة. كان يقال ان ما فيش انسجام ما بين في الخط الهجومي الثلاثي حتى بعد هو قال لك انك صعب جدا تعوض هذه الامكانيات. بنتكلم على فيرمينيو صلاح وساديو ماني، الثلاثي ده التجميعة ديت صعبة تتجمع. وعايز أكلمك على نونيز طبعا، الصفقة الكبيرة جدا اللي أبرزها ليفربول، هل أنت شايف أنه بدأ يخش الأجواء، بدأ يبقى ليه بصمة إيجابية في البريمير ليج؟ طبعا، يعني حتى مع جابكو شفنا مع محمد صلاح أعتقد في آخر مباراتين أو ثلاث مباريات شفنا بدأ العلامات تظهر فعلا نونيز. يعني بالمناسبة ليفربول ضيع او اكثر من اضاع الفرص محققه لهذا العام كابتن هاني ب 58 فرصه محققه. ليفربول الفريق الاكثر اضاعه، 58 فرصه محققه. طبعا نونيز مضيع منهم 17 فرصه محققه، يعني هو ايضا اكثر لاعب ضيع فرص محققه، ثم ياتي محمد صلاح ب 13 فرصه. هنا في علامه استفهام، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في مشكلتين، اضاعه الفرص المحققه، الفرص الحاجه الثانيه اللي هي نفسيا اكثر. يعني شايفين، عايز اقول لك كمان على مستوى الدفاع، يعني حتى على مستوى الدفاع السنه دي ليفربول مش هو ليفربول بتاع الموسم الماضي. كنا بنتكلم على فان دايك من اقوى، بنتكلم على ماتيب في، يعني صحيح فريق كان متماسك دفاعيا. هل ده بسبب الصفقات مثلا؟ واحنا كمان عندنا يعني صفقه كبيره جدا على مستوى المان سيتي، طبعا اللاعب الارجنتيني القادم من بنفيكا انزو، ورقم كبير الدفع فيه. هل الارقام الكبيره دي ما زالت هي السبيل للفوز بالبطولات، ام بتعكس وبتبقى في رد فعل عكسي وضغوط كبيره جدا على الاداره وعلى المدير الفني؟ لا، الاجابه لا. لا ليه؟ والدليل على كده ان باريس سان جيرمان يعني صرف او استثمر بمليار و600 مليون يورو منذ 2011 لحد الان عشان ياخد تشامبيونز ليج، وما وصلش الا لمره واحده للنهائي. يعني ده معناها ان حتى بالارقام بغض النظر بالمقارنه بالبريمير ليج، او انا بتكلم حتى ماديا، او مان سيتي في التدعيمات الماليه الكبرى الضخمه في استقطاب لاعبين طبعا اكيد بتساعد بشكل كبير، ولكن ليفربول ما اعتقدش ان هي دي الازمه الكبيره. يعني ليفربول عنده مشاكل تانية، تاخيرات ممكن في استقطاب عناصر قويه على مستوى مثلا نص الملعب من بدايه الموسم، والناس كلها بتتكلم في نقاط ده كده. خلي بالك، يعني هو دلوقتي الخناقه على بلينغهام طبعا اللاعب الانجليزي اللي بيلعب في دورتموند، الخناقه عليه وسط الملعب، افضل لاعب وسط ملعب دلوقتي موجود في الدوريات الخمس الكبرى داخل ريال مدريد، داخل طبعا هيخش المان يونايتد، هيخش المان سيتي، البي اس جي ممكن يخش، ولكن كمان في اهتمام واضح واهتمام كبير جدا من يورجن كلوب على هذا اللاعب، لانه هيحل له ازمه كبيره جدا في وسط الملعب. لازم، يعني المشكله الكبرى عند ليفربول منذ بدايه الموسم هي نص الملعب، لغياب طبعا العناصر، شفنا الكانتارا والاصابات المتكرره. يعني لا، لابد من استقطاب لاعب قوي على مثل طبعا بلينغهام لاعب احنا شفناه بالتوهج الكبير جدا سواء في الدوري الالماني مع البونس ليجا مع بروسيا دورتموند في تحقيق انتصارات يعني متتاليه. لابد من التدخل السريع، لابد من اعاده الروح مره اخرى. يعني انا شايف في حاله من الياس، عدم التعامل مره اخرى مع الانتكاسات، زي ما قلنا مع كل تاخير في اي مباراه خلاص ليفربول بيعطل. يعني اخرهم حتى يعني بورنموث بالمناسبه ليفربول فاز عليه 9-0 يعني في المباراه السابقه، المره دي يخسر 1-0. حتى بورنموث فريق قوي طبعا وكان عنيد قدام الارسنال، ولكن الروح 1-0 المباراه انتهت. ده اللي انا عايز اقوله، يعني صعوبه الرجوع للمباراه، الرجوع طبعا يعني لما يفقد عدد نقاط كبير جدا، كنت بقول لحضرتك 9 نقاط من اصل 39 نقطه كانت متاحه بالنسبه لليفربول.
يعني حقق فقط 9 نقاط. 9 نقاط دول من ايه؟ لان هو خسر 39، كل ما يدخل فيه هدف ما بلاقيش الانتفاضه تاني. فالروح العزيمه لازم يبقى فيه فلتر كان يحصل، لازم يورجن كلوب على المستوى الشخصي نشوف يورجن كلوب اللي دايما كان الاب الروحي لكل اللعيبه وكان بيزرع فيهم الحماس زي ما احنا شايفين او كنا دايما بنشوفه كابتن. طيب.